وحول أداء جوازات جسر الملك فهد خلال موسم عطلة منتصف العام، قال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلى العتيبي للإخبارية أن خطط جوازات المنطقة الشرقية لموسم العطلة تقوم على دعم المنافذ بقوى بشرية مساندة وفتح مسارات عكسية. عبر جوازات جسر الملك فهد ما يقرب من 28 مليون و800 ألف مسافر. لما نيجي نقارنها بنرجع مثلا عقد للخلف عام 2009 كان 16 مليون و100 ألف مسافر، بينما عقد آخر 1999 كان 6 مليون و700. فتلاحظون أنتم السادة المشاهدين عملية التزايد في العابرين لجسر الملك فهد، ضيق المساحة، نلقى الحمد لله دعم ومساندة سواء من مسار عام جسر الملك فهد أو الجهات الأخرى العاملة، نزود عدد المسارات والكبائن وإن شاء الله من حال لحال أفضل دائما. وأضاف العقيد العتيبي أن العام الميلادي الماضي سجل عبور 28 مليون و800 ألف مسافر، أي ما يشكل زيادة بنسبة 177% مقارنة بعام 2009. عبر جوازات جسر الملك فهد ما يقرب من 28 مليون و800 ألف مسافر. لما نيجي نقارنها بنرجع مثلا عقد للخلف عام 2009 كان 16 مليون و100 ألف مسافر، بينما عقد آخر 1999 كان 6 مليون و700. فتلاحظون أنتم السادة المشاهدين عملية التزايد في العابرين لجسر الملك فهد، ضيق المساحة، نلقى الحمد لله دعم ومساندة سواء من مسار عام جسر الملك فهد أو الجهات الأخرى العاملة، نزود عدد المسارات والكبائن وإن شاء الله من حال لحال أفضل دائما. ومن جسر الملك فهد ينضم إلينا مراسلنا خالد الجناحي. أهلا وسهلا فيك خالد معنا. خالد، ارتفاع معدلات السفر في جسر الملك فهد هل أدى إلى تعطل في حركة العبور هذه الأيام؟ نعم نفلا، لا أعتقد هناك تعطل بمعنى كلمة تعطل، وإنما قد يكون هناك شيء من التأخر في حركة عبور المركبات في أثناء الازدحام الشديد في أوقات الذروة. نحن الآن في إجازة منتصف العام الدراسي، وهو موسم مهم بالنسبة لجميع الجهات العاملة في هذه المنشأة الكبرى، منشأة جسر الملك فهد. وجسر الملك فهد نفلة يعتبر هو ثاني أكبر منفذ بري على مستوى العالم. منذ أربعة عقود حتى نهاية عام 2019 عبر منفذ جسر الملك فهد 177 مليون مركبة، وهذا رقم كبير جدا. لكن دعيني أستضيف مدير عام جمرك جسر الملك فهد الأستاذ ضيف الله العتيبي. أستاذ ضيف الله، يعني ما هي إجراءاتكم في مثل هذه الأوقات وهذه المواسم لتسهيل حركة عبور المسافرين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولنشكر لكم الاستضافة. طبعا هذا موسم متعودين عليه، احنا في الجسر هنا متعودين على المواسم، وكل موسم له استعداده. عطلة نهاية سنة، سماح للدراجات النارية بالعبور، سماح للمرأة بالقيادة، كل هالعوامل زادت علينا الأعداد المسافرة، وهذه الحمد لله نعتبرها نعمة من الله أنه يزيد العدد، نظيرا لاستقرار الأوضاع في مملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية والازدهار والأمان، وهذا ما يزعجنا كثيرا. لكن احنا على أساس نقدم خدمة مناسبة للمسافرين وعدم تأخيرهم، احنا طبعا نستعد استعداد جيد من ناحية في استعدادات مادية من ناحية الأجهزة والطابعات والوسائل الآلية بكافة أنواعها، وأيضا في استعدادات بشرية من حيث استقطاب منتدبين مكلفين من منافذ أخرى يكون فيها، أو من الهيئة العامة للجمارك في الرياض يكون فيها العدد في الوقت هذا يكون العمل فيها بشكل أقل من الجسر. أيضا بالإضافة إلى المنتدبين اللي دعمنا فيهم، نلجأ في مثل هذه الأوقات إلى الحد بشكل كبير أو إيقاف الإجازات حتى نساهم في عملية تيسير إجراءات المسافرين والناس، ونفتح المسارات بالكامل ونعمل بكامل طاقتنا على مدار الساعة. أستاذ ضيف الله، لكن هناك سؤال، يعني في مثل هذه الأوقات التي تشهد زحام في منفذ جسر الملك فهد، هل هذا الزحام يقودكم إلى تقليل إجراءاتكم في التفتيش تحديدا، أم أنكم تلتزمون بمعايير التفتيش حفاظا للأمن؟
طبعا احنا لنا طريقتنا في التعامل مع المواسم هذه، ما نتنازل عن اي شيء يتعلق بالتفتيش والامن. عندنا مصادر، عندنا اداره مخاطر، عندنا حس جمركي لدى الموظفين. نحاول قدر الامكان انه نوفق بين تيسير الاجراءات مع احكام الرقابه الجمركيه، والحمد لله النتائج جيده. يعني ما قل مستوى الضبطيات عندنا في مثل هالمواسم، بالعكس يمكن يزيد. وفي نفس الوقت ما اثرنا على انسيابية الحركة. احنا الان في المغادرة، لكن في القدوم لو تشوف القدوم عندنا الان مع انه فيه ضغط كبير، لكن اجراءات التفتيش ماشية بشكل معتاد، في توفيق تام بين تيسير الحركة واحكام الرقابة، وبالتالي ما احد انزعج ولا حتى اثر، والحمد لله. يعني استطعنا بشكل كبير ان ننجح في التوفيق بين التيسير والتسهيل وبين احكام الرقابة الجمركية والضبطيات. عانكم الله، نسأل الله ان يكون يعني عونا لكم في كل ما تبذلونه، في اما يعني سواء في تسيير وتسهيل الحركة او في الحفاظ على الامن. نفلة يوم امس، عدد المركبات التي عبرت منفذ جسر الملك فهد هي في قرابة 40,000 مركبة، هذه ارقام كبيرة جدا. وربما المركبات الخليجية، طبعا في المرتبة الأولى المركبات السعودية والمركبات البحرينية هي تأتي في المرتبة الأولى، لكن المركبات القادمة من دولة الكويت الشقيقة ثم الإمارات هي التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا خالد الجناحي مراسلنا من الدمام.